بخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كلشي مزيان بخير على خير. المهم البنات، انا فقت دابا، عمرت اتاي يلا فقت مع شي 10 العرب. مخدامش اليوم، اليوم السبت صافي. وقلت غنخرج واش غندير الغدا، غندير شي واحد السندويشات بالدجاج، وبغيت نخرج نتقدى داكشي اللي خصني غير داك كتشوف كيعجبني في لي ساندويتش الحار. غنمشي نجيبو، غنجيب باليزيان فاش نديرو. كنت غنعجن داك الخبيز ديال ساندويتشات، ما فيا ما يعجنهم. غادي نخرج نمشي نجيب معايا داكشي اللي خصني ونجي. المهم هانتوما معايا، غندي معايا التليفون، نقدر نصور شي حاجة، غنمشي غير لهري وهانتوما معايا. المهم نزلت معايا سرد الموطور، نزلت معايا سرد الدار الوسطاني. ايوا غادي نخرج، بسم الله. ما فطرت ما والو، غير عمرت اتاي وخارجه. لقيت هاد السطيله خاويه البنات، خصني نمشي نعمر عليهم ساكن عتاني. هادي كيشربوا فيها الكلاب بالليل ومشاش، نحل هكا في الصباح، نمشي نعمر عليهم، نحطها لهم، عاد نمشي غنحل. راه كيدور هنايا بغا يشرب. هي عمرت عليهم البنات، شوفوا تبارك، شوفوا الحل، شوفوا الحل، شوفوا النحله مسكينه تشرب. لا هي ما عرفتش كتبان لكم. ايوا صافي، مشيت دابا نخرج من الطاري ونمشي نقضي الغرض ونرجع. صافي هنا البنات، راني جيت هنا واحد الاسواق حدانا، اسواق الباز. ايوا صافي، غادي نشوف شنو عندهم هنا نخدو. السلام عليكم. ديك الصلصه الحاره والكيتشوب، هذا الكيتشوب، هذا اللي كاين. شحال الطن كيدير؟ وهذا بحال هذا حار. وهذا شحال؟ 15. كاين ديال الساندويتشات، مكاينش. وهذا شحال؟ كل واحد بثمن، كل واحد. هذا ماشي الحر، هذا شحال كيدير هذا اللي بالأعشاب؟ هذا زيد جوج دراهم. الا كانت 240 باش كانت دابا، والله الا 240. صافي عطيني هذاك، هذا زي ما كانت ديالها 240. صافي البنات، خديت داكشي اللي بغيت. باقي ليا باريزيان ما عندهمش، خصني نمشي نشوف فين ناخذ. شوفوا ارتزات كي خاويه، يا خاوي كتصفر مع الصباح، كتكون الدنيا خاويه. صافي البنات، هانتوما وصلت للدار. هذا خديته ب 9 دراهم، حار طون حار ب 9 دراهم. هذا خديته ب 10 دراهم، هذا والله ما عرفت واش 200، هذا 15 درهم، وهذا 13، هذا 13. ايوا وخديت هنايا واحد المهايه، ما عرفت كي غتجي. المهم دقتها عنده، دقت المهايه عنده زوينه حلوه، 120 الكيلو، هذه ب 420، 21 درهم. صافي خديت هنايا الباريزيان،
خديت ثلاثة، غادي نديرهم دابا في ميكا باش ما يقصحش، وغادي نمشي نفطر ونرجع معكم البنات. انتوما البنات، فطرت وبقيت جالسه في بلاصتي وحق الله العظيم الا شي ساعه وساعه وما قداش نوض ندير نتحرك ندير شي حاجه. المهم غادي نعل الشيطان. دابا راه قريبه ل 12 وانا باقه في بلاصتي، حيت غندير دابا غير سندويتشات بلا ما غاديش نوقف بزاف في الكوزينه، غادي نوض نشطب هذا البيت ونسيق هو الاول، عاد نجي ندخل الكوزينه، عاد غنجي ندخل الكوزينه. هنا جات اختي دابا صيفطات ليا الخبز، صيفطات الوالده البارح من مطاش مطعمي كانت جايه، صيفطات هاد الخبزات هاد ديال الشعير، قالت لي بلا ما تعجني راه غادي تصيفطك مازال الخبز باش تغديك، ما تصيفط والو، راه غندير سندويتشات وهذا نخليه في الثلاجه تكون فروبي ولا. المهم خليكم معايا ما تمشيو فين، تشارك معايا. ايوا صافي البنات، نعلت الشيطان، دخلت الكوزينه هي الاولى، قلت بلاتي نحيد عليا هاد، قلت زعما نسيق ونجمع الدار هي الاولى، ولكن ملي حطيت هاد المعن في الكوزينه قلت بلاتي نحيدهم. صافي غسلت هاد المعنات فاش فطرت البنات، غادي نغسلهم نحيدهم عليا، وغادي نجبد واحد الكوكوت سلقت فيها الباربه البارح، غنحيد من هاديك الباربه حيت سلقتها بالليل وغير طفيت عليها، ما حيت لا صفاره لا والو، خليتها بايته في الكوكوت. صافي فقط الصباح دابا كيما شفتوا هانتوما، غادي نسبق هاد القريعه هادي كندير فيها المايونيز اللي كنصايب في الدار، ومع ديال الدار ما كيبغيش يتعطل. صافي خويتو ورقدتها في الماء قبل ما نخرج نتقدى، قبل ما نخرج للحانوت عمرتها بالماء وشويه ديال الصابون وخليتها، دابا غسلتها باش ندير فيه واحد اخر غادي نبارطاجي معكم. صافي هنا البنات، هادو ديال السكر وسنيده وهاد واتاي السكر، وداك السكر الصغير المرصوات اللي كنديرو اللي كنديرو في القهوه، وسنيده واتاي ضروري كنمسحهم مره مره هكا، داك الطرشون درت فيه جويد جافيل ودوزت عليهم عاودتهم بالطرشون الناشف. صافي وديك الباربه ها هي البنات، راه غسلتها البارح مزيان وحيدت لي هذاك الفوقاني ديالها، عاد باش سلقت هذاك الماء ما غاديش نلوحو، هو باش كنعصر العصير كيجي زوين البنات، هو اللي فيه كلشي ما نضيعوش، الباربه مغسوله ونقيه ما كاينلاش اللوح. صافي غادي نقيها، نص غادي ندير به العصير ونص غادي نديرو في الفريكو مره اخرى ان شاء الله. انا كيعجبني العصير ديال الباربه، كنديرو مره بالحليب مره بالليمون اللي كاين اللي موجود في الدار، المهم كنستهلكها بزاف كتعجبني، وفي الشلاطه كتعجبني هكا مالحه مع البصله، ولكن خويا ما كتعجبوش داكشي علاش. ايوا صافي هنايا راه حطيتها تقطر وغادي ندوز صافتو هاد الكوكوت الى شافته الوالده، ويلي ولات من الداخل. صافي وقلت بلاتي نحكها ندوز عليها شي شويه غير بالجيكس، وخا راه بيني وبينكم انا الجيكس راه ما كنحملوش كيضرسني، عرفتي دابا غير كنشوف فيه في الفيديو كنمونطيه ودرسني. ده حاجه عندي هي الجيكس كيضرسني يا البنات، ما كنحملش نحك المهن بالجيكس والله الا كيضرسني ما كنقدرش عليه. المهم حتى دابا راني دوزت ليه غير واحد الحكه هكا كذابه، ماشي شي حكه نيت الحكه، راه خصني نحل الفيسات ديال الكوكوت باش نغسل ليها دوك القنات ديالها دوك الركينات ديالها ونحيد داك الفوقاني ديالها. المهم دوزت عليها وصافي يبان فيها شويه الضو فاش جات الوالده ما تقولش راني معفونه. ايوا جهدي كنديرو راكم شاهدين عليا، وحق الله العظيم اللي كندير جهدي ولا اله الا الله محمد رسول الله، كل مره كنجبد شي حاجه هكا اللي بانت ليا كنحيدها وصافي، راكم عارفين مع الخدمه وراكم شفتو تمال اللي كنضرب. المهم هي بدا بانت شي شويه، بان فيها شويه اللون. صافي هنا قبل ما نخرج للمراح نسيق وداكشي، جبت واحد السدير ديال الدجاج عندي صغير وقطعته هكا، غادي نقطعه صغير صغير من البروشيط صغير بزاف، وغادي نديرو يتشحر في المقله. هنايا البنات غادي ندير معاه غير المليحه وشويه ديال الزيت وشويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر فقط، عندي صوص وجه عندي كلشي، ولكن ما بغيتش ندير داكشي، ما بغيتش ندير شي مذاق اخر نهائيا، كيجي بهذا المذاق اللي قلت لكم كيجي زوين، وغادي نضيف عليه حتى يتصوطا مزيان، عاد غادي نضيف عليه واحد جوج فريميجات، وغادي نضيف عليه شي شويه ديال الحليب كيجي بحال درتيه بلاصوص بلونش، غير هي خاصها شويه اي خاصها الدقيق. المهم كيجي زوين وكيجي داك الحليب كيخليه طري تيخليه هكا ما يجيش قاصح وصافي.
انا راني جهدت عليه البوطه بحال لا بغى يلصق. صافي هكا غير كان صوتي حتى كيبان ليا تبدل اللون ديالو ولا ابيض مزيان. تجهدوا عليه البوطه باش ما يطلق لكمش الماء. صافي غادي نلوح عليه هاد الفريميجات بجوج وغادي نزيد عليه واحد شي شويه ديال الحليب. صافي ونخليه يتشحر دغيا دغيا كيطيب. راه الدجاج راكم عارفين دغيا كيطيب. صافي هادشي اللي غادي ندير فيه هو اللي غندير في الساندويتشات. ما بغيتش فيه شي مذاق اخر. انت ما شفتوش شحال ديال الحليب درت غير شي شويه حيت عندي الكميه نيت قليله. هذا راه تبارك الله غيخرج ليا 6 ديال الساندويتشات كبار. غادي نخرجهم منه حيت غادي نزيد معاه شحال من حاجه. المهم اقتصاديين وساهلين وهما اللي كيتكالوا في هذا الصيف. صافي البنات هنا طفيت على المقله وجيت قلت بلاتي نحك هذا الشهرج هذا داك الجيكس اللي حكيت به الكوكوت. ما بغيتش نضيعوا اللوحو. قلت بلاتي درت هذا البرودوي هذا ديال البوطه وحكيتو. راه كيحك الانوكس مزيان وحكيتو. هنا راه خويا الله فقهه الله دخل كيقلب على الفطور. ايوا هادشي اللي كاين البنات. تنساوش ليا اللايكات والاشتراكات اللي مازال ما اشتركتش في القناه. راه كنلقى بزاف ملي كندخل الاحصاءات ديال الفيديو كنلقى الناس بزاف مشتركين معايا ما مشتركينش كيتفرجوا وما مابونينش. الا عجبتك هاد القناه وعجبك المحتوى ديري ليا واحد ابوني الله يسهل عليك. صافي هنا البنات جيت نبارطاجي معكم المايونيز اللي كندير بالفرماج. درت انتما كاس معامر ديال الحليب. ديروا دائما الكميه اللي بغيتو. ودرت جوج فرماجات وغادي نضربهم مزيان بهاد الطراب هذا. صافي وغنبدا نطلع بالزيت. الا بغيتو قاصح بزاف كتزيدوا الزيت كتزيدوا الكميه ديال الزيت. بغيتو شي شويه جاري كتديروا غير شي شويه. المهم حتى كيبان لكم كيبدا كيختار وحيدوا من الزيت وحبسوا الزيت. صافي وغندير شويه ديال الملح وشويه ديال الخل وشويه ديال البزار وصافي. وهذا هو المايونيز ديالنا راه ساهل دغيا دغيا كيطلع. ديال البيض حتى هو راني بارطاجيتو معكم من الاوائل ديال القناه. بارطاجيتو معكم في الخدمه وغير بالطراب اليدوي. رجعوا الى القناه غادي تلقاوه. صافي هنا بغيتو غير في هذا القوام هذا باش كيهبط ليا في ديك القرعه دغيا دغيا. ملي كنبغي نخوي في القرعه كيهبط دغيا وكيبقى زوين هكا جاري. ما بغيتش نديرو قاصح بزاف. ومره اخرى ان شاء الله غادي نديرو معكم بشحال من طريقه هكا كنصايبو نيت. وإلا بغيتوه يجيكم في اللون ديال لوغونج كنديرو معاه واحد خيزوه كمحكوكه خضراء ونطحنوها معاه. بغيناه يجينا في اللون ديال البربر كنديرو معاه الماء ديال البربر. المهم إلا بغيتو بحال هادشي نبارطاجيه معكم بارطاجيه معكم البنات. صافي هاد شويه اللي خليت في الكاس راه غادي نزيد ليه شي شويه ديال غادي نزيد ليه شويه ديال الماء ديال داك البربه باش يعطيني اللون الغوز. وغادي نزيد ليه شويه الزيت حيت ملي كنزيدو الماء كيجرى. هانتوما غير نقيطه اللي زدت. وغادي نزيد ليه شويه ديال الزيت هانتوما غنلقاه جاري. وغادي نزيد شويه كندوق هنايا الملحه ديش عليا انا ما كندوقش في الملقه. صافي ديت على ديك القاعده. صافي غنزيد هنا شويه ديال الزيت وغادي نضرب باش ما يجيش هكاك جاري. صافي هذا القوام هو اللي بغيت. وغادي نخلي هذاك في الكاس هو اللي غنخدم به السندويتشات. وداكشي اللي بقى لي راه غندير واحد الشليضه صايبتها لخويا على حساب العشاء. انا البنات صايبت العصير عصرت واحد 4 ليمونات عندي وداك الماء وخلطته مع داك الماء. خلطت داك العصير الليمون مع داك الماء ديال الباربه وغادي نقطع الباربه وغادي نطحن غير بهذا الميكسور هذا. غندير السكر على حساب الذوق. هنا راه ما كاينش الوالد اللي كندير ليه المسوس. سمعوا البنات كنسمع الرعده الرعده وغادي تسمعوا شي عرس كاين حدانا. هنا العرس راه يلاه دابا غيبداو. نتوما دابا راه 11 ديال الليل يلاه يلاه كيبدا العرس. هنا في هاد البلاد السعيده تيبدا العرس حتى 11 الليل. العروسه ما كتبدا حتى 12 ايوا والعشاء ما كيتعشاو حتى 5 الصباح ما عرفت. صافي هنا البنات خرجت لكم على الموضوع. كنصايب في العصير وطلعت عندي جارتنا وعطيتها قلت لها دوقي واحد الكاس. ايوا صافي ساليت العصير وصايبت المايونيز وصايبت ديك الدجاج كملته. صافي هادشي اللي درت في الكوزينه وجمعت الكوزينه طرفتها وشطبتها وجيت كنغسل هاد الكراسه هادو اللي تلقاهم الوالده. المهم اليوم لقات الوالده هادشي غدير لي الشوع. المهم قلت بلاتي نغسلهم. درت لهم شويه ديال الصابون ليكيد وشويه ديال الجافيل وحكيتهم وغسلت داك الطارو ديال الزبل حاشاكم عزكم الله. راه ما فيه والو داك البانيو راه كما قلت لكم هو اللي فيه الزبل. غادي نهبطو هذاك للطواليت نخويه في الطوار الزبل حاشاكم على برا وغنغسلو في الطواليت حاشاكم. صافي هنايا كنغسل هاد الطارو هذا
غسلتو حتى هو غادي نكفيه باش ينشف بين ما نسيق المرح. بين ما نسيق المرح وغادي نكمل التسييق بلا ما نشارك معكم هذا التسييق ديال الدروج وهادشي كامل دائما كنشاركو معكم. ايوا هادشي اللي كاين البنات. نتمنى الفيديوهات ديالي يعجبكم واقترحوا عليا حتى نتوما اقتراحات، قولوا لي شنو بغيتو نبقى نصور لكم ونصور لكم ولا طلعوا لكم هاد الروتينات في الراس، قولوا لي اشنو بغيتو ونبقى نصور لكم. هنا راني سيقت الصالون وسيقت دوك البيوت بجوج، ما كنبارطاجيش معكم البيوت حيت كان خويا ناعس في واحد البيوت والبيت الاخر ما كنبارطاجيش معكم. المهم البيوت صافي غادي نسيق، درت نتوما راه الدار نقيه دائما تنقول لكم الدار نقيه حيت ما كاينينش الرجلين ما كاين حتى واحد، كاينه غير انا وخويا. خويا راه حدو البيت فين كيناس الكوزينه ما كيمشيش كاع ما كيوصل داك الجهه ديال المرح ولا الصالون ولا، وانا راه ما تنكونش دائما في الدار. صافي هنايا البنات كملت التسييق، عاد جيت وجدت هادشي قطعت البصله مطيشه الخس، صايبت واحد الشليضه لخويا ديال الخضره هذيك صافي. وهنايا جيت كنقطع هاد السندويشات، قليت الفريت غادي كندير فيه شي شويه ديال شويه ديال الكيتشوب وشي شويه ديال المايونيز، وكندير شويه ديال الخس شويه ديال المطيشه شويه ديال البصله. هذيك الليمونيه اللي كيبان لكم راه في الليفله الليمونيه قطعتها درتها للرز لخويا وشاط داك شويه، قلت والله ما نلوحو نديروه بلاصه المايس، راني نسيت المايس والزيتون ما جبتوش داك المقطع الخضر نسيتهم، وديبانيت بالزيتون كحل. الا ما كانش ماشي مشكل سندويشات كنديروا داكشي اللي موجود. صافي وهنايا صافي هنا كيما شفتوا كندير المايونيز ودرت شويه ديال الكيتشوب شويه ديال الخس شويه ديال ديك الفليفله مطيشه، وكندير البصله هكا كنقطعها ايمانسي وكنماصيها هكا باش متبقاش تقشقش لينا في الفم وتلق لينا ديك الحروريه. صافي كندير الدجاج وكندير عليه شويه شوي ديال الفريت وكندير شويه ديال الزيتون، والله الا شبعين عرفتي كليت واحد ونص وما قدرتش نكمله. صافي وخليته في الثلاجه دابا غير هما جايين ولاد اختي غنعطي لهم ياكلوه، ما قديتش عليه جا زوين عرفتو مع الحار. صافي وكندير عليه الحار من الفوق وكندير نزيد ليه شويه ديال المايونيز من الفوق، وها هما السندويشات ديالنا واجدين وداك العويصر ديال الباربا اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا قطعت واحد شي شويه ديال هاد الاناناسه هذه لقيتها صافي بدات كتخسر، قطعت فيها غير داكشي اللي زوين كليتها، الاخرى ما قطعتهاش هذيك اللي شريت قبيله ما قطعتهاش باقي ما محليتهاش كاع، قلت صافي العصير وهذه الله يجعل البركه. صافي درت ليا ثلاثه سندويتشات ها هما، ودرت لخويا ثلاثه. هذيك الشليضه راه درتها بالبطاطا وخيز ومسلوق والروز ديال الخضره والفلفله هكا مقطعه، وصايبتها ليه بالمايونيز وخليتها ليه على حساب العشاء حيت غنمشي للحمام وغنجي وما فيا ما يدير حتى شي حاجه. يالله هذه هي غديوتنا، خليتكم على خير في امان الله. السلام عليكم، وما تنساوش ليا اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم باش دعموني باللايكات باش نتشجع ونبقى نحط لكم فيديوهات زوينين. يالله بسلام عليكم، خليت لكم الراحه في امان الله.